بسم الله الرحمن الرحيم، ربي نستعين والسلام والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ثم ما بعد. طلابي وأحبابي، اليوم بإذن الله تعالى درس من دروس مادة الرياضيات، رياضيات ثلاثة، الدرس الأول في الفصل الأول. هصنف الأعداد الحقيقية اليوم وأستعمل خصائص الأعداد الحقيقية. الأعداد الحقيقية تحتوي على الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية والأعداد الصحيحة والأعداد الكلية والأعداد الطبيعية. الأعداد الحقيقية تحتوي على الأعداد النسبية بسط ومقام، بحيث أن المقام ما يكونش صفر، والبسط والمقام أعداد صحيحة. العدد غير النسبي أعداد، فلو هتطلع عليه الجذر التربيعي مش هيطلع لك العدد مربع كامل، أو إن العدد هيكون أعداد غير نسبية هي اللي إيه هي اللي طالما إن اللي تحت الجذر ما هوش مربع كامل، يعني اللي تحت الجذر مش مثلا زي الأربعة زي التسعة زي الستاشر كده، يبقى إذا في الحالة دي العدد هيطلع معاك غير نسبي. في أعداد طبعا غير نسبية تانية أو صور تانية لغير النسبية زي الباي. الباي اللي هي القيمة الثابتة اللي هي بنستخدمها في بعض الأشكال الهندسية. مجموعة الأعداد الصحيحة وهي عبارة عن الصفر والأعداد الموجبة والأعداد السالبة. عند مجموعة الأعداد الكلية اللي فيها تبدأ بالصفر، الأعداد الطبيعية لا تبدأ بالصفر. المجموعة الكبيرة R هي اللي بتحتوي على كل الأعداد، جواها Q اللي هي الأعداد النسبية، جواها Z، W، N، وهنا الـ I. الفرق ما بين الـ N والـ W، الـ N ما عندها صفر، الـ W عندها صفر، الـ Z عندها أعداد سالبة وأعداد موجبة والصفر، الـ Q عندها الكسور كمان زائد دول، كل دول وزائد الايه الكسور. الـ I ما لو حطيت عدد تحت جذر عندهم ما بيكونش مربع كامل، عشان خاطر كده ما بيطلع العدد غير نسبي. الـ R تحتوي على كل هذه الأعداد. تعال نشوف تصنيف الأعداد. نقول حدد مجموعات الأعداد التي ينتمي إليها كل من ميات. سالب 23، العدد سالب، إذا مجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد الكلية خلاص خرجناها. طيب نبدأ من فوق خالص من المجموعة الكبيرة اللي هي الـ R، اللي جاها موجودة جوه الـ R، أي عدد موجود جوه الـ R. هل العدد ده بعد كده أقدر أحطه بسط ومقام؟ نعم، فإذا هو العدد ده ينفع Q لأن مقام واحد. عدد سالب، إذا هو موجود في الأعداد الصحيحة. يبقى فيه Z، فيه Q، وفيه R. بعد كده عند جذر 50، جذر 50، ال 50 ديت ليست مربع كامل، إذا هي مباشرة تنتمي لمجموعة الأعداد الغير نسبية أو I. هتقول لي مربع كامل إزاي؟ أقول لك يعني هل فيه عدد ينضرب في نفسه يطلع 50؟ تقول لي لا. لو أنا ضربت 25 في 2 ما يبقاش إيه 25 في 25، لا أنا عايز عدد ينضرب في نفسه مش 25 في 2. فبالتالي هو عدد غير نسبي ينتمي لـ I، وقلت لك في الأول إن طالما العدد ينتمي لـ I يبقى في الحالة دي على طول مباشرة مش هينتمي لـ Q، يبقى I و R. العدد سالب 4 على 9، عدد زي ما احنا شايفين لا عنده جذور ولا غيره، هو بسط ومقام، إذا هو Q مباشرة. طيب بعد Q هو قدامه سالب، يبقى أعداد صحيحة؟ لا، ما ينفعش يبقى أعداد صحيحة لأن الأربعة ما بتتقسمش على التسعة، إذا هو كيو، ومن كيو أطلع على فوق على طول على إيه؟ على آر. عندي الحتة تحقق من فهمك. سالب 185، سالب 185، العدد زي ما أنت شايف سالب، فبالتالي وليس بسط ومقام، إذا هو من الأعداد الصحيحة من زد. طيب وبعد كده بعد الأعداد الصحيحة أطلع بعد كده على هو من الأعداد الصحيحة، يعني أقدر أقول إن هو زد. زد وبعد الزد كمان إن موجود عندي كمان الكيو لأن مقام واحد والـ R، يبقى إذا هو مجموعات الأعداد اللي بينتمي ليها الـ Z والـ Q والـ R. Z، Q، و R. طيب نشوف اللي بعد كده.
سالب جذر 49. جذر 49 اقدر احط فيها العدد ده، لو حطيته تحت الجذر هيطلع معاك 7، يبقى هو سالب 7. سالب 7 اقدر اقول ان هو موجود جوه زد، وموجود جوه كيو برضو، وموجود جوه ار. طيب اللي بعده، العدد جذر 95. جذر 95، 95 ده ليس مربع كامل، يعني ما لقيش عدد ينضرب في نفسه يطلع 95، فبالتالي مباشرة هيكون I بعد كده R. طبعا R ثابتة مع كل مجموعات الأعداد. فهمنا كده يا شباب؟ أظن المعلومة وصلت. تصنيف الأعداد في مجموعات. طيب باقي لنا كمان معلومة يا شباب بسيطة. خصائص الأعداد الحقيقية، والخصائص موجودة عندك في الجدول. خصائص تبديلية، إن أنا ببدل في حالة الجمع وحالة الضرب. الخصائص التجميعية، حط أقواس عشان أسهل على نفسي الجمع أو الضرب. العنصر المحايد، والعنصر المحايد في حالة الجمع هو الصفر. العنصر المحايد في حالة الضرب هو الواحد الصحيح. النظير، النظير الجمعي اللي أنا أحط عليه سالب قدام العدد خلاص يتحول إما إلى سالب أو يتحول إلى موجب. وبصفة عامة لو جمعت العدد مع نظيره هيطلع الناتج صفر اللي هو المحايد الجمعي. لو ضربت العدد في نظيره الضربي اللي أنا بحوله بأعكس البسط مقام المقام بسط فيه، لو ضربت العدد في نظيره الضربي هيطلع الناتج برضه واحد صحيح. الخاصية الأخيرة الإنغلاق، إن كل الأعداد دي موجودة داخل الأعداد الحقيقية. التوزيع، ودي خاصية مهمة جدا، إن أنا أقدر أوزع القوس وأجيب من خلال القيمة قيمة المقدار بسهولة عشان خاطر أسهل على نفسي الحلول. ما الخاصية الموضحة؟ 5 ضرب 4 ضرب 13 يساوي 5 ضرب 4 ضرب 13. زي ما أنت شايف احنا شلنا الاقواس من هنا حطينا قوس هنا، فبالتالي دي يديني الخاصيه التجميعيه او الدمج، نسميها الايه؟ التجميعيه، الخاصيه التجميعيه لعمليه الضرب. طيب والخاصيه التجميعيه ان الناتج مش هيتاثر بالطريقه اللي يتم بيها تجميع العوامل. حقق من فهمك، حل واحده. ولما الخاصيه الموضحه؟ زي ما انت شايف الاثنين كانت بره، مش موجود الاقواس، الاقواس اتفكت. اذا الاثنين دي اتوزعت هنا عند الاكس، وبعدين الاثنين دي اتوزعت برضو هنا عند الثلاثه، فالناتج هنا اصبح 2 في اكس ب 2 اكس، و2 في 3 طلعت 6. اذا الخاصيه المستخدمه هنا خاصيه الايه؟ التوزيع. خاصية التوزيع. التوزيع. خاصية التوزيع. دمتم بخير يا شباب، إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل في الفيديو القادم، بإذن الله تعالى نكمل نفس الدرس. لكم مني تحية، بإذن الله ألتقيكم على خير في فيديوهات قادمة.